بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا آه بحضراتكم النهارده بتكلم باذن الله تعالى عن الاراضي الكلسيه وان شئت فسماها الاراضي الجيريه تمام سماها الاراضي الجيريه الاراضي الكلسيه ايا كان يعني المهم تعريف الاراضي الجيريه دي ايه يا جماعه بيقولوا هي بتحتوي على اكثر من 8% تمام آه نسبه كالسيوم كربونات او كربونات الكالسيوم تمام والاراضي دي طبعا موجوده بكتير وخاصه في الظهير الصحراوي بتاع محافظه المنيا واسيوط وسوهاج والحتت ديت وموجوده طبعا في الساحل الشمالي خد عندك من الحمام كده وانت طالع للمرسى مطروح كل دي اراضي جريه تمام تقدر تقول نسبة كربونات الكالسيوم في الأراضي المصرية تكاد تكون كتيرة يعني ولكن لحد دلوقتي هم مش عارفين يظبطوا كمية نسبة كام في المية اللي ممكن أقول عليها أراضي كالسية أو أراضي جرية ليه؟ لأن يا جماعة أولا كربونات الكالسيوم دي ملح شحيح الذوبان ولذلك فقد يكون هناك 8% من الأراضي الجرية كربونات كالسيوم ناعمة وتصنف على إن هي أراضي جرية تمام؟ وممكن تكون واصلة نسبة كربونات الكالسيوم 20 وفي تحليل كنا عملناه في إسبانيا كان وصل 38 وزرعنا بنجر سكر وزرعنا عنب وكانت الدنيا كويسة جدا 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 معنا وطبعا شركة الأفق عندك هي ممكن تشوف فيها الوضع ده هو. تمام في المني آه فنسبة 38 ولكن الصخور نفسها أو أو التكتلات بتاعتها شحيحة الذوبان وكبيرة فبالتالي معدل الإذابة بتاعتها عايز كميات مياه كتيرة وبالتالي ما كانتش بتعمل لنا مشاكل في عملية الزراعة تمام؟ طيب آه مطلوب منك بقى أنت كمهندس إنك أنت تعرف الأراضي الجرية ده هي السلوك بتاعها إيه؟ تعرف السلوك بتاعها إيه؟ ليه؟ لأن أنت لو حبيت تروح لإنسان تتعامل معاه لو أنت عارف سلوكه إيه وظروفه هتقدر تتعامل معاه. أما لو انت ما انتش عارف السلوك بتاعته ايه ولا ظروفه ايه فممكن تدخله من مدخل غلط والدنيا عندك ما تبقاش كويس تمام فعشان تدخل الاراضي الكلسية أو الجرية لابد تبقى عارف ظروف الأرض دهيا هي ايه لان الارض دي فيها شوية مشاكل اول المشاكل بتاعة الاراضي الجرية ده هي, نبعة من ان نسبة الكربونات الكالسيوم فيها عالية وان هي لها بعض المحاصيل اللي ممكن تتزرع فيها وتجود فيها زي محصول العنب والمحاصيل زي الاعلاف زي الاعلاف اللي هي البرسيم الحجازي وبيجود فيها برضو الدهن والاعلاف الخضراء والذرة الرفيعة وبيجود فيها برضو العنب والرمان كل ده اتزرع في محافظة المنيا على الظهير الصحراوي وكلنا شايفينه انه ناجح جدا وكويس والخوخ كمان جيد جدا فيها وممتاز تمام طيب آه الأراضي ديت مشكلتها إيه؟ مشكلتها في شوية حاجات، إن نسبة كربونات الكالسيوم فيها عالية، طب نسبة الكربونات الكالسيوم دي يا مهندس هتعمل لنا إيه؟ هتعمل لك مشكلتين، أول حاجة هتعمل لي مشاكل في الـ الـ الطبيعة بتاعة الأرض نفسها، بمعنى إن الأراضي دهيًا أولًا لما بتنشف اه بتتصلب، بمعنى إن أنا لو رويت الأرض دهيًا وسبتها اه نشفت فترة كبيرة وجيت أحرد، فببص ألاقيها اتصلبت وبيبدأ الجرارات تنزل فيها بتخربش وخلاص ما تحرقش كويس ليه لان الكالسيوم كربونات تصلبت فيها وتماسكت بقوه شديده جدا وبقت ضد عمليه الحرط تمام دي رقم واحد رقم اثنين ان هي القشره السطحيه ب... طيب في النقطه الاولانيه دي نعمل ايه بقى يا جماعه يعني نظبط مواعيد الحرط ان انا ما سيبش الارض لحد ما تتصلب قوي مجرد ما تشيل رجل الجرار كده عجل الجرار اقوم نازل على طول وحارت في الاراضي دهيا تمام رقم اتنين ان هي بتتصلب يا جماعة بسرعة يعني بمعنى ايه ان انا رويت ابص الاقي يومين وتبص تلاقيها طلب ري تاني او على اليوم التاني في الصيف تلاقيها و والحالة دي بتعمل لي مشاكل في مرحلة الانبات بتعمل لي مشاكل في مرحلة الانبات ان هي بتتصلب القشرة وبالتالي الانبات عندي ما بيقدرش يشيل القشرة الصلبة دهية طب نعمل ايه في الحالة دهية الحالة ديت لابد انك تروي ريات متقاربة وخفيفه، ريات خفيفه وعلى فترات متقاربه، تمام؟ إذا كان عندك جهاز البيفوت عندك بيمشي على الحد 25 ولا 50، ما تمشيهوش 50، خليه يمشي على ال 75 أو ال 60 وهتلاقي يدي دورات بسرعة وبحيث إن هو ما يعملكش مشاكل في عملية التصلب بتاع القشرة السطحية وخصوصًا في مرحلة الإنبات. طب في مرحلة بقى المحصول ما دخل جوه، لا ده في مرحلة المحصول ما دخل معاك لفترة نمو بقى كبيره واصبح محصول كبير يبقى انت هنا محتاج ان حضرتك تروي برده على فترات متقاربه وبيخدمك ان المحصول نفسه بيبدا يغطي لك في التربه فبيحجز معاك البخر اللي من التربه والامور بتعدي المهم هي عايزه اداره كويسه وخلاص تمام طيب بعد كده جماعه بعد كده الارض دي فيها كالسيوم عالي فيها كالسيوم عالي والكالسيوم ده هو بيرفع لي البي اتش بتاع التربه اذا فعندها حاجه بيسموها استحاله الفوسفات او استحاله الفوسفور بمعنى ان انا بحط الفوسفات فببص الاقيه اتثبت في صوره غير صالحه انا بحطه في الصوره الاحاديه ببص تحول لصوره غير ميسره والصوره الميسره للنبات بالنسبه للفوسفور هي الصوره الاحاديه تمام طب انا حطيت الفوسفات فحصل له استحاله وتحول على طول كده يعني احنا في الاراضي السمراء او الاراضي الطينيه بنحط شويه سوبر فوسفات في الاول وبنحرق مع شويه ماده عضويه وبنحرق الارض بتاعتنا وبتخدم على طول السنه طب تعالى على الارض الجريه لو حطيتهم في الاول خلاص هم تثبتوا خلاص ما عاد لهمش لازمه امال نعمل ايه نحط الفوسفات او العنصر الفوسفات نحطه على دفعات وممكن يكون على صوره احماض اثناء نمو المحصول تمام وبعد كده ممكن ارش بمركبات عالية الفوسفور تمام دي بالنسبة لنقطة استحالة الفوسفات تمام طيب آه بعد كده الـ الـ الأرض دي يا جماعة فيها مشكلة برضو تانية اللي هى بتثبت للعناصر الصغرى لما بحطها على صورة كبريتات بتعمل لي برضو مشاكل طيب بتحول لي الحديد ودايما الاراضي الاراضي الجريه فيها نقص حديد على مدى الحياه يا جميل على طول فيها نقص حديد لان الحديد بدل ما هو في الصوره الميسره اتحول لي للصوره الثلاثيه الغير ميسره فالنبات ما بيقدرش يمتص عنصر الحديد منها، طب الحل فيها ايه؟ وهيثبت لي برده العناصر الثانيه الصغرى الثانيه بس الحديد بيبقى اكثرهم عرضه لعمليه ان هو يتثبت ويبقى في صوره غير ميسره طب الحل في القصه ايه وخصوصا دايما بيضربوا امثال علماء الاراضي بنبات البرتقال وعشان تعرف الكلام صحيح قبل كمين قبل كمين دير مواس على الصحراوي الغربي بتاع مصر اسيوط هتلاقي مزرعه على ايدك اليمين مزروع فيها شويه موالح تقريبا قعدوا اربع سنين ما بيكبروش خالص وصفروا حالهم سيء، ده مش نقص نيتروجين لا ده نقص حديد اتش عالي فبهدل الدنيا دي بحالها بالاضافه لان السيد المحترم اللي زرع زارع في اراضي اساسا معروف ان البرتقال من فكه البحر الابيض المتوسط هو زارع في الصعيد فالدنيا عنده مش كويسه تمام؟ وان الاراضي جريه والدنيا مش كويسه خالص عنده آآ آآ كمين ابو قرقاص يا ربي كمين ابو قرقاص قبله على اليمين على طول كده في مزرعه هتلاقيها بعد الافق بين بين الافق وبين آآ آآ ابو قرقاص كده بتلاقي مزرعه ايدك اليمين هتلاقي فيها القصه دي روحها لو انت اذا ما كانوش شالوها بس عشان بقى لي سنتين او ثلاثه مرات هناك تمام فطبعا الحديد معروف انه بيبقى ناقص في الـ الـ القمم الناميه وبيبقى كل النصل اخضر وباقي الورقه بتلاقي لونها اصفر، تمام؟ فطب الحل في القصه دي ايه يا جماعه؟ الحل فيها ان انا ما ازرعش حاجه زي الموالح دي فيها رقم واحد، رقم اثنين ابدا ارش العناصر الصغرى على صوره مخلبيه على النبات، تمام؟ آه طيب استصلاح الاراضي دي يا جماعه بيعمل آه ايه؟ آه في حاجه كمان يا جماعه اضافه الازوتو ديت حاجه عايز اتكلم فيها ونحط الورق والقلم ونقول يا جماعه الخير الله يهديكم الجماعه اللي بيأيدوا وضع اليوريا او وضع سلفات الامونيوم في الاراضي الجريه ده ملوش لازمه ولا يتحطوا ما لا خلاص لها الا بوضع الاسمده النطراتيه نطرات الامونيوم او نطرات النشادر بالاسم الدايركت تمام لان سيادتك انت بتحط الارض دي فكربونات كربونات كالسيوم انت بتحط بتحط كبريتات نطر كبريتات الامونيوم او سلفات الامونيوم بتحطها بتتحول لكربونات امونيوم كربونات الامونيوم آه بيطلع بعد كده بي زائد الجبس بتكون لك كربونات الامونيوم زائد الجبس ده بيتحلل في الاخر وبيطلع لي ان اتش 3 اللي هو غاز النشادر وبطلع لي ثاني اكسيد كربون برضه غاز وبطلع لي الاتش 2 او اللي هو الميه فاذا انت شويه الاسمده ومش عايز تنشيف دماغك الله يصلح حالك روح في الاراضي الجريه واقرا في المجلدات الاجنبيه والعربيه هتلاقي المعادله مكتوبه بالنص مكتوبه بالنص فما تصدعوناش من القصه ديت اصلا انا ضفت و... و... والدنيا كانت ماشيه وانت ايه ايه عرفك انك انت لو ضفت حاجه تانية ما الامور بقت افضل من كده قال لا إيه اللي, ايه اللي عرفك كده؟ ده تجارب وعلماء شعر راس ابيض في الحاجات ديت عشان تطلعها لك، فانت ما تحطش بقى دماغك وتخبط دماغك في الحيط بقى وتقول لي لا اصل انا اضيف يوريا اصل زي الجماعه اياهم هم عارفين انا بنبه على ايه الجماعه اللي مش هقول الاسم، والله ما اقول الاسم، لو كنتوا هتفهموا نفسكم افهموا مش هتفهموا انتوا حرين، ياكش عنكم ما فهمتوا. ها؟ فما نحطش يا جماعه لا يوريا ولا سلفات امونيوم اذا الارض اتحسنت معاك بعد كام سنه ممكن تحط يوريا ولكن لو حطيت الحاجه زي بنجر السكر يبقى تحرط مباشره يبقى